السلام عليكم. كالعادة حلقة أكثر من رائعة وأكثر من حماسية لمؤسس عثمان. الحلقة كانت متسارعة بدرجة كبيرة جدا جدا لدرجة اللي أنا انبهرت من اللي حصل، فأنا ما توقعتش موت كان تاكوزانوس خالص دلوقتي. كنا عارفين إن دايما بيبقى فيه طرف بيزنطي بيبقى عدو لعثمان، مع لو في طرف مغولي مع بقى إيه الناس وأسياد القبائل الداخلية. بس الموسم ده مختلف نوعا ما، فالموسم ده يعني نقدر نقول ان الاعداء هم السلاجقة مع الاسياد برضو بتوع القبائل، وده بيرجع يعني نقدر نقول ان هي خلاص عشان هو هيأسس الدولة، فطبيعي هيحصل الخلافات الداخلية دي. فهم نوعا ما مركزين دلوقتي على اسياد القبائل وفي نفس الوقت مع السلاجقة، بحيث ان هو هيعلن الدولة. وفي نهاية الحلقة قال خلاص ان هو يعني حان الوقت بقى اللي احنا ايه نبص على الدولة ونشوف الدولة اللي احنا هنأسسها، وده واضح جدا من اللي حصل. فهم مركزين بشكل كبير جدا على السلاجقة ونهاية السلاجقة مع باقي بروز الدولة العثمانية، وفي نفس الوقت يعني خلاص الجانب البيزنطي بيهدوه بشكل كبير. فنوعا ما الجانب البيزنطي بقى متمثل في ألوف دلوقتي، اللي هو في الأساس يعني اللي هو في الأساس كان وثني طبعا، ولكن يعني هنشوف ايه اللي هيحصل. وانا عندي احساس او نوعا ما بتمناها ان ألوفي اسلم في قادم الاحداث وفي قادم الحلقات. هو طبعا قوي ومنافس قوي عدو قوي وهيكمل معانا شويه، بس انا حابب ان هو ممكن ياسلم. بقالهم كذا موسم كده ما دخلوناش جو الناس حد ياسلم، والجو ده يعني اخر حاجه كان هو جيركوتاي، فانا حابب يعملوا كده، حابب يدخلوا لنا حاجه في الاحداث، واتمناه يكون ألوف. فشفنا ألوف يعني هو بيبص على القوه، بس نوعا ما بيقول لما كان بيدعي وعثمان بيقول له انا بدعي ربنا برضه، فبيقول له ربنا ما بيستجيبش من الكفره، طبعا هو عثمان كافر بالنسبه له زي ما احنا عارفين. فنوعا ما يعني جالي احساس كده ولو بسيط انه ممكن يلعبوا على سيناريو اسلام ألوف ده، وهيبقى رائع جدا لو حصل بصراحه يعني، واتمناها. وده حاجه انا بتمناها كده تحصل. طبعا هو تاريخيا كل دي شخصيات خياليه، بس اتمناها يعني. دلوقتي خلاص اسمهان اتحطت في يعني اتزنقت زنقه سودا من الاخر زي ما بيقولوا كده، مش عارفه اتفلفص خلاص. عثمان حطها في وضع صعب جدا جدا، فهو تغلب عليها وتغلب على الدوله السلجوقيه باكملها، ان هو حطهم كلهم في وضع محرج جدا جدا. خلاص هي ما عادتش قادره عليه، هرب منها وقتل كانتاكوزانوس اللي هو خلاص. حتى نشوف ان بايندر يقول بالذات هو يعني اللي عمل في كانتاكوزانوس كده، اللي هو يعتبر الامبراطور، هو حاليا خلاص نائب الامبراطور، امال هيعمل فينا احنا ايه؟ فيعني اللي هو ايه كل السادة القبائل الموجودين خافوا منه بشكل كبير جدا، خافوا على مصيرهم، فبالتالي بدأت السجادة تنسحب من تحت رجل اسمهان. بس في حاجة حلوة، اختام متفق مع عثمان، وش يعني اختام شفنا ردة فعله اصلا مجرد ما بايندر قال كده ضحك ضحكة، اللي هو يعني ايه بس هو متفق مع عثمان وهو يبقى بجانب اسمهان. لكن مراته طبعا بينج هتقول لا، بينج دي خاينه يعني، بس طبعا زي ما قلنا انها ممكن تنقلب عليها، بس هنشوف لسه في قادم الاحداث. بس كل ده مش مهم دلوقتي، فساد القبائل دول مش مهمين. من الحلقه اللي جايه اسمهان خلاص اتحطت زي ما قلنا اتزنقت زنقه سودا في خانه اليك، ما الامر كله فلت من ايديها، فدلوقتي بتلجا للقبائل الكبيره جدا جدا، قبائل دول الكبار على حد الكلام في الاعلان زي ما عثمان بيقول ان القبائل دول اصغرهم يفوقون عددا 5 اضعاف، يعني اصغر قبيله كده من القبائل اللي جايه دي يعملوا في الديوان يفوقوا عدد عثمان وقبائله واسياده واللي محالفينه 5 اضعاف، بس بيقول ان شاء الله احنا قدهم. وتاريخيا يعقوب بن كرمان ده اللي هو سيد كرمان تاريخيا يعتبر من اعداء عثمان التاريخيين، وشخصيه تاريخيه موثوقه موجوده، فاحنا خلاص هنشوف بقى ايه الصراع داخل. فاحنا الحلقات اللي جايه داخله في نظام الصراعات الداخليه ما بين القبائل وما بين هو صراع ما بين الاخوه ما بين المسلمين وبعضهم ايا كان، بس ده هينتهي باعلان الدوله العثمانيه. يعني خلاص الجو ده كله هينتهي ان عثمان هيعلن الدوله العثمانيه ويكمل بقى الفتوحات. فهو عشان يعمل دوله اسلاميه طبيعي هيتصادم مع الدول اللي موجوده، وابرزهم السلاجقه، لان اسمهان اكيد هتجيب الحلفاء ويعملوا، لان دول تابعين للدوله السلجوقيه، وشفنا ان الدوله السلجوقيه بدات بتضعف بشكل كبير. وهو عثمان
نفس الوقت بدأ يبعت الناس في كونيا بعد الشامل في كونيا عشان خاطر ان هو يعني يكسب ود الناس لسلطان مسعود، وقال له الناس اللي هترضى بالمال ترضى بالمال، ترضى بالسلام ترضى بالسلام، ترضى بالحرب احنا جاهزين. فاللي هو خلاص هينصب مسعود تاني هو سلطان السلاجقة، ومن الواضح ان هو هيعمل كده يعني، وممكن يجيبوا ان نهاية علاء الدين ونهاية اسمهان على ايد عثمان، مش هيجيبوها تاريخيا. وبرضه حتى لو حصل وخلوا ان النهاية على ايد عثمان هتعدي نوعا ما، مش لازم يعني يمسكوا التاريخ بحذافيره في النقطة دي، فممكن متعدي وبالنسبة لها تبقى مقبولة لأنها تستاهل الإجرام. بس خلاص الموضوع الأحداث خدت منعطف سريع جدا جدا ما توقعتوش، وبصراحة فعجبني، بس يعني حاجة سريعة وعجباني. فكده خلاص الموضوع احنا نقدر نقول ان ممكن الموسم التاني الموسم اللي احنا فيه دلوقتي ينتهي بإعلان عثمان الدولة العثمانية، وهتبقى حاجة قوية جدا جدا. بس هل يا ترى بقى المعركة دايما بيبقى فيه في كل موسم معركة؟ في كل موسم بيبقى اما فتح قلعة كبيرة معركة كبيرة. حتى الآن في الموسم ده ما شفناش أي حاجة مني، فنتمنى ان يعني هيبقى في ممكن الحلقات الجاية تدينا بوادر المعركة دي ايه اللي هتحصل عشان الواحد مستنيها بصراحة يعني. فيعني زي ما قلت الأحداث رائعة، الدراما بتاعتهم رائعة جدا، الحماس ولا أروع، المسلسل بيثبت كل أسبوع إن هو الأفضل، يعني حلقات الأفضل يعني بدون منازع. ده كل اللي عايز أقوله في حلقتنا، في انتظار الإعلان التاني لما ينزل بإذن الله. يا ريت لو تعمل لايك وشير للحلقة، ولو أنت مش مشترك تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك إشعار بالحلقة الجديدة لما تنزل. تتابعنا على الانستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، وأشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله.